ونقول مساء الخير او مساء الورد او مساء السعادة. من وين؟ من شركة مجمع الشامل، فرع جدة، شارع 60، شمال دواري الفلك، امام البيت. مساكم سعيد يا اجمل طباخات، يا اجمل شيف. الله يكتب اجركم يا رب ويزيدكم قوة وقوتكم. نبدأ من أجمل قسم بحبوه كل الإناث وأجمل طباخات وأجمل ستات بيوت، اللي هو قسم أدوات الطبخ والمطبخ. كلنا بنحتاج التجديد المستمر، بنحتاج نواقص في الطبخ في المطبخ وبالمنزل عامة. لا تحتار ولا تروح بعيد، وشركة مجمع الشامل موجودة تلبي لكم كل احتياجاتكم والتفاصيل الدقيقة اللي ما بتخطر على بالكم. تشوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله، هذا الجدار كامل، هذا كله لأدوات المائدة اللي هو الملاعب والسكاكين والشوك، سواء الكبيرة أو الصغيرة، للطعام أو الحلا وللشاي أيضا. الحين أوضح لكم إياها بصورة توضيحية وبأوسع، تعالوا نشوفها مع بعض. بس خلوني أذكركم التصوير من فرع جدة، شارع 60، شمال دوار الفلك، أمام البيت، الرياض، مخرج 29، شارع دار برباح، طبعا فرعنا في الرياض، وفرعين 5 مشاهد، حي الخالتية والضيافة. إذا بتحب اللون الجولد الفخم متوفر لدينا، بتحب السيلفر متوفر أيضا، بتحبوا الميكس متوفر أيضا، كل اللي بتحتاجوه متوفر، عشان إحنا دائما نحب ندلعكم ونشوفكم سعيدين ومبسوطين معانا. إذا حابين تغيروا نمط التقديم، بتحبوا تدلعوا ضيوفكم وتدلعوا نفسكم وعشاق التصوير أيضا، خذوا الملاعب الجميلة هذه تجيكم ميكس. عارفين في المواقع بكم؟ وعندنا الثلاثة حبات بخمس ريال وخمسة وسبعين هللة، سواء بتجيكم للحلى بالشكل هذا أو اللي بتجيكم طويلة للآيس كريم أو سلطة الفواكه، وبإمكانكم كمان تستخدموها لكوب القهوة الكبير لتحريك السكر. الأشكال والكوليكشن واسع والاختيار لكم. شوفوا هذا شكل ثاني، طبعا بيجيكم باللون الجولد فخم، باللون عفوا الجولد الفخم، ما حيجيكم معها أي إضافة. وإذا حابين تدلعوا ضيوفكم بملاعق الشاي الجميلة هذه أيضا متوفرة، وحتاخذوا لكل أربع حبات بخمس ريال وخمسة وسبعين هللة. ما شاء الله تبارك الله، عالم متواسع ومتكامل، عالم واسع عفوا ومتكامل، وانتم لكم حرية الاختيار. هذه الملاحق اللي ما اخذها للان يفوتوا، تجيكم ميكس ما بين اللون البينك والجولد، العودي، وايضا الاوف وايت والاسود، ملك الالوان الاسود. طبعا حتاخذوا ما بين ملاحق وشوك، لكل مغلف ثلاثة حبات وبخمس ريال خمسة وسبعين هللة. إذا حابين تاخذوا عبوات توفيرية ما بين الشوك إلى الملاعق باللون السيلفر، أيضا متوفر 12 حبة وبنفس السعر. عندكم حرية اختيار الألوان اللي بتحبوها. جربتوا هذه الملاعق والنوعية هذه للشوربة أو باقي؟ صراحة تفوز تفوز تفوز، وحتاخذوا 12 حبة وبخمس ريال 75 هللة. عندنا أشكال أخرى لأدوات المائدة اللي هو شوك أو ملاحق الطعام، بتجيكم ميكس المعدن والخشبي، رهيبة وأنيقة حتى في التقديم، واللي بيحبوا التصوير أيضا لا تفوتكم، حتاخذوا ثلاث حبات وبنفس السعر. شوفوا معي الأشكال هذه من الملاحق اللي واصلتنا أيضا، بتجيكم ميلامين مع معدن باللون الجولد واللون البينك أو الأخضر والتيفاني أيضا، حتاخذوا ما بين الصغيرة والكبيرة لكل ثلاثة حبات وبخمس ريال وخمسة وسبعين هللة. بإمكانكم تعملوا أجمل طقم سواء السيلفر أو الجولد. خلصنا من أدوات المائدة، بنيجي لأهم قسم في المطبخ عندنا كلنا بنحتاجه، ملاحق الغرف أو الطبخ، سواء المعدن بالمسك الخشبي أو الميلامين، وأيضا المعدن بتجيكم سادة وأيضا السيليكون، عندكم حرية اختيار اللي بتحبوه بتحتاجوه. جديدنا اللي وصلنا في نفس القسم الملاحق الغرف الرهيبة هذه، فخمة 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 بمعنى الحرف الواحد. طبعا جايتنا أكثر من 8 أشكال، لكم حرية اختيار الشكل اللي بيعجبكم واللي بتحتاجوه، وحتاخذوا القطعة بالمقاس المتوسط وبخمس ريال وخمسة وسبعين هللة. مرة حلوة، أنا بصراحة مرة حبيتها، وبالذات إنه متوفر أيضا الشوك الكبيرة هذه، حلوة للدجاج وحلوة للسلطات، حتى للحلا موجودة. عندنا أيضا الملاحق الكبيرة هذه
وعندنا ايضا بيجيكم ميكس السيلفر والجولد. بعد اليوم نشيلهم ضيافتكم وانا قد سفرة طعامكم وشركة مجمع الشامل موجودة. اتوقع اغلب متابعينا اخذوا من هذه الملاعق واكيد ما ندمتوا بعد ما اخذتوها. مو واضحة في التصوير، التصوير شوية ظالمها. اللي بيحبوا السادة ايضا متوفرة بمقاسات واشكال مختلفة والسعر واحد. عندنا ملاعق الغرف هذه البلاستيك بتجيكم ميكس النحاسي او الروز جولد والبلاستيك البلاك، حتاخذوا القطعة وبنفس السعر. وملاعق السيليكون ايضا بنوعيتها الممتازة حتاخذوا باشكال مختلفة ب 5.75 ريال هللة، جميلة جدا عند الطبخ وتحريك او تقليب الكشنة او الغذاء والبيض واشياء كثيرة حلوة ما بتخدش البذور، ما بتعدم لك بذورك الغالية. والسعر بيكون ب 5.75 ريال هللة بس بكل قطعة. خلصنا من ملاحق الغرف والطابق وادوات المائدة وندخل لأهم قسم في كل منزل وفي كل مطبخ اللي هو ايه؟ ادوات الطبخ واحتياجات الطبخ، سواء الحلويات الموالح وايضا للطبخ عامة. شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله هذا الجدار كامل في ادوات الطبخ والمطبخ. إذا حابين تاخذوا ملاعق خشبية جميلة جدا للبهارات، جميلة جدا للعسل، حتى ملاعق العسل موجودة ما بتفسد لكم فوائد العسل أبدا. حتاخذوا المغلف مكون من 6 إلى 7 حبات 8.75 ريال هللة. أخذت السبورة الميني هذه أو باقي حلوة وإضافة رهيبة جدا لإيه؟ لطاولتكم تكتبوا عليها عبارات حلوة لضيوفكم، بإمكانكم تقدموا فيها أجمل هدايا مع عبارة حلوة. وحتاخذ المغلف ما بين 6 إلى 8.75 ريال هللة، قطاعة البيض وأيضا أداة تشكيل البسكوت أو المعمول. قطاعة البيض المسلوق هذه حتاخذوا 3 مغلفات و5.75 ريال هللة. مين ما بيفتكرها؟ أجمل قطاعة وبنستخدمها من زمان. وجديدنا ايضا اللي واصلنا اليوم قوالب السيليكون، قوالب السيليكون للميني تشوكلت مرة حلوة حلوة حلوة. حتاخذوا القطعة وبنفس السعر. اذا بتحبوا تاكلوا الاكل الاسيوي بتحبوا تاكلوا، عندنا ملاحق السوشي او عفوا عيدان السوشي او العيدان الخشبية هذه تجيكم 10 ازواج و5.75 ريال هللة. في ناس كمان تاكلها للنودلز مرة رهيبة وبسعر رهيب. عندنا هنا نوع اخر لقطعة البيض المسلوق، حتاخذ القطعة بنفس السعر. المضرب اليدوي سواء السيليكون او النحاس، كل شيء كل شيء كل شيء ما بيخطر على بالكم موجود. ملاحق لغرف الايس كريم، عندنا الاداة هذه لعمل أجمل محاشي. الجميل فيها إنه فيها 4 قطع خيارات وأنت لك حرية اختيار القطعة اللي بتناسب الخضار أو الكوسة، الكوسة عفوا أو الباذنجان. بتحبوا رغوة الكابتشينو؟ بتحبوا تشربوا الكابتشينو بشكل مستمر وما بيطلع الرغوة معاكم؟ خذوا الأداة هذه وودعوا الحيرة. حتاخذوا المغلف ما بين القطعة للقطعتين ب5.75 ريال هللة. مع الجو الصيفي هذا كلنا بناكل المأكولات الباردة وبنحبها، وبالذات الايس كريم. واتوقع انكم تشتروا الايس كريم بالعلب الكبيرة والكميات الكبيرة وتغرفوا منها لكم ولاطفالكم. خذوا ملاحق الايس كريم من شركة مجمع الشامل وحتاخذوا القطعة بنوعيتها الممتازة وبنفس السعر. تحبوا الفلافل؟ تحبوا تحضروا الطعمية من اناملكم الجميلة وبكل نظافة في منازلكم؟
حابين تاخذوا اداه تشكيل الفلافل لا تحتاجوا شركه مجمع الشامل موجوده وفرت لكم اياها بكذا شكل سواء البلاستيك او المعدن والمغلف تاخذوا وبنفس السعر. شوفوا النوعيه هذه من الملاقط مرة حلوة لمكعبات السكر للحلويات الصغيرة وحلوة أيضا لمكعبات الثلج. هجيكم بأشكال مختلفة. المغلف حتاخدوها القطعتين وبنفس السعر. الصايمين وينكم؟ لسه أجواء رمضان عندكم والله يتقبل طاعتكم وصيامكم يا رب. حابين تاخدوا إلا أقماع، حابين تعملوا المعجنات وتحشوها بأجمل الحشوات من أناملكم، وصلت عندنا الأقماع الجميلة هذه بتجيكم في المغلف 12 حبة ب 5.75 ريال هللة. حلوة للموالح وحلوة أيضا للتحضير الحالي. الملاقط بأشكالها المختلفة سواء اللي بتجيكم مجموعة أو اللي بتجيكم بالقطعة حلوة للمعجنات وحلوة للسلطات. حتاخذ المغلف وبنفس السعر. مفكات العلب أيضا بأشكالها المختلفة وأيضا بشارة الثوم أو الزنجبيل جميلة جدا وعملية وحتاخذ المغلف وبنفس السعر. عندنا هنا شكل آخر لهراسة الثوم، أشكال متعددة ولكم حرية اختيار الشكل اللي بتحبوه ويناسبكم. قطعة البطاطس المتعرج جميلة لتحضير ألذ البطاطس من أناملك وحتاخذ المغلف وبنفس السعر. طبعا بيجيكم مقاسات مختلفة صغير متوسط وكبير. عصارة الليمون وهراسة الثوم والسكاكين والملاحق وأيضا غرفة الآيس كريم وأداة تحضير التارت أو عفوا الميني تارت. إبرة حشو المعجنات أو الدجاج. عندنا أيضا الأداء الجميلة هذه ملعقة صغر النسكافيه والبن وفي نفس الوقت بيجيكم مشبك. أداة تقطيع الخس والورقيات وأيضا أداة غرف وتقطيع الجاتوهات والكيكات اللي بتحضروها لأي مناسبة عندكم. شوفوا الأداة الجميلة هذه إبرة تخريم إبرة تخريم اللحوم أو الدجاج اللي حابين تعمل ستيك وحابة تبيلي بكل سهولة. خذي الأداة الجميلة هذه وما راح تندمي. اللي بيحبوا أيضا يعملوا التميس بمنازلهم مرة راح تفيدكم الأداة الجميلة هذه. أشكال أخرى لأداة تقطيع وغرف الكعك والكيك وهنا الجديد اللي وصلنا أكثر شيء بتستهلكوه في منازلكم إيش؟ أنا أتوقع السكاكين والمناديل وإيش كمان المناشف دائما بنحب نجدده. شوفوا هنا أشكال السكاكين اللي واصلتنا ما بين المشرمة الكبيرة الصغيرة وما بين اللي بتجيكم سادة بالشكل هذا. حلوة للخضار والفواكه الفنانين اللي بحبوا يتفننوا فيها في تقطيع الطماطم البطيخ بحبوا كذا يعملوها حركات حلوة ورود بحبوا يعملوا أجمل الباقات بالفواكه. خذوا السكاكين هذه وما راح تندموا. حتاخذوا المغلف وبنفس السعر. مو بس المقاس هذا بتوفر أيضا المقاسات الكبيرة حلوة للدجاج واللحوم والأسماك. على بالكم غلقنا من هذا القسم؟ لا، شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله عالم متواسع لأدوات الطبخ والمطبخ. بس خلوني أوريكم السكاكين أيضا اللي وصلتنا. النوعية هذه جدا 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 ممتازة حلوة مرة. حتاخذوا المغلف وبنفس السعر. عندنا هنا اللي بتجيكم على أكبر حلوة للحوم والدجاج حتاخذوا القطعة وبنفس السعر. وعندنا هنا بتجيكم ميكس كبيرة وصغيرة عبوة توفيرية وحتاخذوها وبنفس السعر. أخذت السكاكين وما بدأت أو ما هي مستمرة ما هي حادة. عندنا أيضا المسن اللي هو هذا سواء هذا وسواء الشكل الثاني اللي هو هذا بيشكم كأنه حجرة ثقيلة
اوريكم اياه. هذه متخيلين انه حجمها هذا ب 5.75 ريال هللة؟ بصراحة يا بلاش. عندنا المضارب اليدوية هنا سواء المعدن او السيليكون، بتفضلوا اكثر المعدن او السيليكون. عندنا هنا مدق اللحوم والدجاج اللي حابين يعملوا الستيك. عندنا هنا السكريبر المعدن لتسوية أجمل كريمة كيك ولتقطيع العجينة. هذه مرة وصلتنا بالمقاس الكبير والمقاس الصغير، ولكم حرية اختيار المقاس اللي بتحبوه. عصارة الليمون، هراسة البطاطس المسلوق عفوا، وحتاخذوا القطعة وبنفس السعر. عالم متكامل والخيار لكم. عندنا هنا آداة للف الورق العنب، حبين الورق العنب وينكم؟ ومن آدات لف الورق العنب للمنظمات، الأدراج، منظمات السكاكين والملاعق، جميلة جدا، بتنظم لكم الأدراج بشكل جدا رهيب، وحتاخذوا القطعة وبنفس السعر. خليني أوريكم أيضا إيش وصلنا في شركة مجمع الشامل، أنتوا طلبتوه وأكيد طلباتكم دائما وأبدا أوامر. طبعا هذه هذا منخل، أو عفوا أيوه منخل، اللي بحبوا يحملوا السينابون، بحبوا يعملوا الدونات، وحابين يعملوا عليها رشة السكر البودرة، طحن السكر البودرة وضعيها فيها، بتجيكم كوب وفي نفس الوقت منخل. حلوة 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 وعملية، وفيها غطا كمان، حتاخذوا القطعة وبنفس السعر 5.75 ريال هذا. اللي ما جربتها تفوتها تفوتها تفوتها. عندنا هنا قطعة البصل والثوم، حلوة جدا وعملية وسريعة. محبين لقمة القاضي أيضا وفرنا لكم الأداة اللي بتحضر لك أجمل لقمة قاضي، حتاخذوها نفس السعر. انا ما اقول لكم، هذه شركه مجمع الشامل، شركه الخيال والجمال، شركه بتلبي لكم كل اللي بتحبوها. علب الصوصات بامكانكم تستخدموها للبانكيك، سواء اللي بتجيكم فتحه او فتحتين او ثلاثه، الكبيره والمتوسطه والصغيره، المجموعه او اللي بتجيكم بالحبه على حسب الحجم. الملاعق الخشبيه للطبخ جميله جدا بالطبخ، ما بتخدش لكم القدور وبتحافظ على نظافة القدور لمدة طويلة. اعترفوا أمهات، تعالوا بسألكم مين يستخدمها للضرب، لضرب أطفاله؟ أنا عارفة إنكم حتستخدموها اثنين في واحد، ضرب أطفالكم وأيضا للطبخ. عندنا هنا قوالب تشكيل المعمول، الفرادة الخشبية، وعندنا أيضا عصا لتحضير العصيدة، وفي ناس كمان تستخدمها للجريش. طبعا بتجيكم بالمقاس الكبير والقطعة وبنفس السعر. إذا حابين تعملوا المشاوي وحابين تاخذوا عيدان المشاوي ومعدات المشاوي أيضا متوفر، وحتاخذوا المغلف وبنفس السعر. على بالكم غلقنا؟ لا. عندنا هنا المدك أو الهوينز، حتاخذوا القطعة وبنفس السعر. طبعا بيجيكم بلاستيك بس يسوي النوعية الممتازة. وإذا حابين تعملوا أجمل الجلسات الشعبية، وفرنا لكم وفرنا لكم الطاولات الصغيرة بقماش الشالكي الجميل، وحتاخذ القطعة وبنفس السعر. عندنا هنا الصواني الخشبية بجميع الأشكال والمقاسات، بإمكانكم تستخدموها للتقديم، للتسريحة، للكوميدينا، وبإمكانكم أيضا تستخدموها لتقديم أجمل هدايا، وحتاخذوا القطعة وبنفس السعر. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في تغطيات أخرى من شركة مجمع الشامل، شارع الستين، شمال دوار الفلك، أمام البيت. اكتبوا لي أي شيء تحبوا نوفره لكم، وأي تعليق على الدايركت. أشوفكم على خير.